لا 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 العسكرية والمدنية والخارجية وكذلك المركزية. السلام عليكم. لقد تفضل صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحيده وأعطى تعليماته السامية للتكفل شخصيا بجميع مصاريف جنازة وتشييع جنازي موظفي الشرطة التابعين لولاية الأنفاس الأربعة والذين وضعتهم المنية يوم أمس الأحد بعد الزوال في حادثة سير على الطريق السيئة بين مدينتي مكناس والخميسات، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية
حساسية للمدير العام للأمن الوطني تعليماته التي تقتضي بتقنية ضحايا الواجب إلى الدرجة الأعلى مع تكليف كذلك المصالح الاجتماعية لموظف الأمن الوطني بتقديم الدعم اللازم لعائلة الضحايا وتشجيع جثامينهم في جنازات رسمية. وكان ضحايا الواجب وهم ضابط أمن بالزيارة الرسمية ومقدم شرطة رئيس كذلك بالزيارة الرسمية ومفتشين للشرطة كلهم تابعين لولاية أمن فاس في مهمة رسمية بمدينة الدار البيضاء. وفي طريق العودة تعرضت سيارة المصلحة الرسمية التي كانوا على متنها لحادثة سيارة القائلة مجمع على وفاتهم جميعا رحمه الله. وإذ سمعي أسرة الأمن الوطني وفاة موظفيها طابع فإنها تتهم إلى العلي القدير أن يتقبلهم في عداد المناعم عليهم مع الشهداء والنبيين والصادقين وحسن أولئك رفيقا. كما تتضرع إلى الله عز وجل بقلوب خاشعة قانتة أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة لما حفظ بيدك الحكيم. ونحن اليوم يعتمع قلوبنا الحزن العميق كذلك في نفس الوقت يعتبرنا الاعتزاز بتقديم شهداء الواجب فداء للوطن تحت شعار الخالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم. نشكر الأمن الوطني ونشكر جلالة الملك على هذه الفاتحة وعلى هذه العناية الكريمة اللي عطاها لهاد الناس اللي شهداء ماتوا في سبيل الواجب الوطني ديالهم. نتمنى له طول العمر ونتمنى له كنا ذخرة لهذا الوطن وكنتمنى الرحمة لهاد الناس لأنهم أبطال لأنهم شهداء وكنعزي لداوي الناس اللي ماتوا ولم يبقى لأن أقول إلا كما قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أشكر ديال الأمن الوطني أشكر بالأمن أشكر رئيس المنطقة ثالثا أشكر جميع رجال الأمن الوطني أشكرهم جميعا أتمنى لهم الرحمة أتمنى الرحمة أتمنى ربي يجعلهم في جنة النعيم عاش جلالة الملك عاش عاش محمد السادس عاش. نسمع ان احنا هذوك ولادنا احنا باطل المسائل تنجي ان شاء الله دابا غادي والله يد بالكم Thank you.
دمع هيا هيا خرجوا من زيد خويا سير معك شي بلاصة عزيز صافا شوف شوف اصبر شوية اصبر زيد جميع بالكم سلام صح اردون دوري 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 وإنا لكم حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم من يصنعها يوم الدين وما هم على وما أدراك ما يوم الدين أدراك ما يوم الدين يوم يا رب العالمين.
العالمين وارحم موتانا وارحم هؤلاء الذين كانوا في خدمة شهداء الواجب. اللهم تقبلهم بقبول حسن. اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزولهم ونقهم من ذنوب الخطايا وارزق الصبر الجميل لذويهم. اللهم اجعلهم من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. اللهم اجعل في هذا الجمع المبارك الكبير عزاء لذويهم. اللهم اجعلوا عزاء لذويهم. اللهم يا ربي ادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر بفضلك ملكنا أمير المؤمنين صبت النبي الكريم هذه الشفقة تعالى على شعبه. رب الله تبارك وتعالى اللهم اجعل هذا الموقف عزاء له في هذا المصاب الجلال. اللهم احفظ ولاة أمورنا. اللهم احفظ هؤلاء الذين قاموا بالواجب. نسأل الله لهم السلامة والعافية والألطاف الخافية والأرزاق الكافية والرتب العالية. اللهم احفظ بلادنا. اللهم أمن حدودنا. اللهم أمن زرعنا وضرعنا. اللهم احفظ تجارتنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ودعاتنا. اللهم احفظ أمير المؤمنين. اللهم حقق مسعاه وسدد خطاه احفظه في كل مقام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظه في ولي عهده الأمير الجليل المولى الحسن وصنوي السعيد المولى الرشيد وجميع أفراد أسرته الشريفة والصالحين من رعيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من مرنا رشدا. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جزى الله عنا خير الجزاء أميرنا الذي تكفل وكان عاطفا على هؤلاء الذين ذهبوا شهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم في سجل الشهداء وأن يجعل قلوب أهلهم سليمة مستأنسة بفضل الله تبارك وتعالى. اللهم أبدلهم هذا الحزن أبدله بالأمن والأمان والاستقرار والأمان والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم ارحم سيدي عادل. اللهم ارحم سيد جلالي. اللهم ارحم سيد الغنامي. اللهم ارحم هاد الأموات. الله يدخلهم عليهم بالرحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارحم والدينا ومشايخنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يا مولانا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يا مولانا.